بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بدي أوجه لك كلمة واحدة يا بشار وجماعتك. أنتوا في العادة بدول الغرب والديمقراطية اللي عم تدعي فيها بيقولوا إنه بسوي دعاية انتخابية قبل، هاي دعايتك الانتخابية. الساعة 3 بالليل الناس آمنة ونايمة بأمان الله، أنت ما عندك أمان لله طاول، الله ياخذك إن شاء الله. هاي الساعة 3 نزل برميل هون، الساعة 3 بالليل في أين دولة في العالم بالليل بضربوا برميل؟ بس أنت ديمقراطية، هاي ديمقراطيتك، وهي هاي هاي الدعاية اللي عم تسويها هاي دعاية الانتخابات. الله عليك والله ياخذك إن شاء الله بقدره وبقوته، مثل ما أنت عم تسوي حالك قوي على شعب ضعيف. روح سوي حالك قوي على إسرائيل وسوي حالك قوي على دول غربية، مو علينا نحن، نحن شعب أعزل ما معنا سلاح. أنت عم تسوي حالك قوي على جماعة ما معهم سلاح ونساء وأطفال اللي ماتوا تحتي، أنت قوي عليهم، ما أنا قوي على دي ضرب صاروخ واحد بتحداك على إسرائيل، صاروخ واحد صار ضربوك 100 مرة، خلي ضرب صاروخ واحد بس على إسرائيل ولك الله. مدينة عمدين قصف البراميل المفجرة من طيران الحربي منتصف الليل.